وهسه عزيزي المشاهد اريدك تركز وياي بهاي الفقره. التجهيزات ودتنا لنشاه برو ويوسف، والبرو ودتنا للتطبيعيه واياد بنيان، والتطبيعيه رجعتنا شركه الاضواء. اريد نعرف من هو المسؤول الاول اللي جاي يدير هاي العمليه كلها، من هو المتحكم الفعلي اليوم؟ استطيع ان اقول وبملء الفم وخلي يسمعني كل الجمهور بان السيد عدنان درجال هو الرئيس الفعلي والحقيقي للهيئه التطبيعيه اللي قادت اتحاد كره القدم او منظومه كره القدم على مدى سنه ونصف. كل القرارات المهمه اللي تتعلق بمستقبل الكره العراقيه كان له يعني شان كبير وكان له راي كبير فيها. حتى العقد اللي صار مع شركه اضواء لنقل مباريات الدوري العراقي عبر شاشه التلفزيون كان الدور الاول والكبير والاهم فيه للسيد عدنان درجال، وتوقيع العقد صار في بيت عدنان درجال الساعه 2 بالليل مع مدير شركه اضواء او صاحب شركه اضواء. هذا قد الجمهور ما يعرفه. اها صدقها هو مرس ما بهالمعلومات بشرك حبيبي سدوكان، بس لا اتهم برو لان يعني انت المسؤول الاول عن كل اخفاقات الوزاره واللجان المرتبطه بها فتره توليك المنصب تحديدا. عدنان بس تريد الصدق انت مبخوت يا اخي والله تشور. اي واحد يختلف وياك او ينتقدك سبحان الله فجاه تصير عنده مشاكل، تنزل له دعوه من السماء، يجي تهديد بالببجي، يطفر مدري وين. يا اخي يعني ما سرك في الوزاره يا اخي. وفي اطار اخر فسدو كان وعدنا بمشروع راح يحل موضوع الرياضه ومشاكل الرياضه كلها. احنا صار لنا اشهر نعمل عليها، والان بدنا نعمل عليها بشكل مباشر ويا مصرف التنميه والى اخره الدكتور سياد. هناك اجتماعات يمكن احيانا تصل الى منتصف الليل من اجل اكمال هذا المشروع، وسيكون مشروع رائد في كل المنطقه العربيه وقد يكون في العالم، وراح يكون له تاثير كبير على على المستوى الشبابي والرياضي بشكل عام، ولكن بالتاكيد على المستوى الشبابي راح يكون له تاثير. فالمشروع كبير ما نريد نتطرق عليه بالوقت الحاضر، ولكن العمل كبير وجاري على قدم وساق من اجل اتمامه باسرع وقت ممكن، وربما سيطلق خلال الاسابيع القادمه باذن الله تعالى. ما يتطرق ولا على مود العين، لانه تعرف كل شيء ولا العين، بس تفتح عينها على الحكومه الحكومه تنهار تنتهي تسقط. شوف خلينا نحسب فوائد هذا المشروع، مشروع رائد على مستوى العالم مو بس العراق، يمكن راح يخترعون لعبه جديده رياضيه كره القدم المدري شنو هذا، وراح يساهم بتاهيل كل المنتديات الرياضيه، ركز لي كل المنتديات، ويعيد تاهيل شبابنا كلهم، لان المشروع مشروع كبير. واحنا هسه مسوين مؤتمر صحفي ويا زياد خلف مدير مصرف التنميه حتى نبلغكم بهذا المشروع، بس ما راح نتطرق له. هذا المؤتمر قبل كم شهر قالوا بي راح نعلن عن المشروع ربما في الاسابيع القادمه، وهسه صارت اشهر قادمه وبعدنا ما نعرف شنو هذا المشروع اللي ما نريد نتطرق له لان ينفتح علينا العين. والمشروع ويا من؟ ويا زياد خلف مصرف التنميه، نفس اللي اجى عقد توطين رواتب من الموظفين اللي من ضمنهم رواتب وزارة الشباب والرياضة. ها برو اما مجموع موازنات الشباب والرياضة فقط يعني بدون لجنة أولمبية فهو 3,671,000,000,000 من 2008 الى اليوم، ما عدا 2010 و2014 و2020. 2014 نعرف ابو اسراء ايش سوى بها الميزانية. المهم والمحصلة اللي طلعنا بها بهذا الجزء من هذه الحلقة، كرة القدم بالعراق ملاعبها الزينة محدودة جدا، التجهيزات تعبانة، التطبيعية شفنا أنواع العقود اللي دا تسويها، الميليشيات والأحزاب فايتة بالرياضة. وهاي رسالتي اللي يقولون لا تدخلون السياسة بالطوبة، رجاء لا تدخلون بالموضوع. وأنا هنا اجيت أرد ألعب طوبة، لعبت نفسي من الوضعية كلها، طلعت طائفية وميليشيات ومحاصصة وهذا حال كل القطاعات في العراق. خليكم يعني.